واصل مجلس النواب في جلسة تشريعية لمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار لمشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022 وقرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020. استكمال قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم 4 تاريخ 19/2/2023 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022 وذلك اعتبارا من المادة 11. المادة 11 أولا 10 موافقة، 11 موافقة، 12 موافقة بعد إعادة صياغته ليصبح بالنص التالي: إصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤسسات بما في ذلك إبداء الرأي بمشروعات التشريعات ذات البعد الاقتصادي التي تعرض عليها. المادة كما كانت في القانون الأصلي فهو أنجع وأسلم وأحسن. في القانون الأصلي بحب أقرأ لكم الفقرة كما جاءت في القانون الأصلي اللي كنا شغالين عليه 15 سنة: إصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤسسات. فاللجنة لم تأتي بهذا التشريع فقد كان في القانون الأصلي. لذلك إحنا اقترحنا كحكومة كان أن نقوم بإلغاء المادة 14 و15 تسهيلا لأعمال مديرية المنافسة والإسراع في البت في المسائل التي تعرض عليها وتوسيع نطاق عملها فيما يخص الأمور والمسائل المتعلقة بأي قضية تخل في عمل المنافسة داخل السوق الأردني. محافظ البنك المركزي، خلينا نخلص من احتكار البنوك للقطاع المصرفي ونخلي بنوك يعالجها هذا القانون، قانون المنافسة، وتصير تنافس مين اللي بدها تقدم خدمات للمواطنين وتعطيه خدمة فائدة أقل. المجلس وافق على قانون معدل لقانون المنافسة بعد استكمال مناقشته بدءا من البند 11 حتى 16، ثم أقر قانون معدل لقانون العمل ببنوده 9. مشروع قانون معدل لقانون العمل المادة 1 موافقة بعد أولا تعديل 2020 تصبح 2023. من مع هذا المقترح؟ أغلبية. المادة 2، إذا أي مكتب استقدم عاملا للعمل في المنزل يحق لصاحب المنزل لمدة 3 أشهر أن تبقى هذه العاملة تحت التجر. لماذا 3 أشهر؟ إذا لا سمح الله بعد مضي شهر أو شهر ونصف على هذه العاملة وجد صاحب المنزل إنه هذه العاملة حامل أو معها مرض معدي، يحق له إرجاعها بالكامل وأن لا يخسر أي فلس واحد من الأموال التي تم دفعها للمكتب. 2، أبقينا لغاية 89 يوم يحق لصاحب المنزل إرجاع هذه العاملة لمكتب الاستقدام. إحنا عندنا المزارعين في منطقة الغور، وبالتالي هذه قطاع الزراعة يحتاج إلى العمالة. العمالة الموجودة حالياً حسب ما فهمنا منهم أنهم لغاية سنة يعني، وبعد السنة العامل يطلع من عند صاحب العمل، وبالتالي ما في قانون أو ما في إشي يضبطه، حتى أنه لا يجوز له أنه يحجز أي وثيقة من وثائقه وبالتالي يشتغل بالسوق سوق حر. يعني إذا أجا براتب 200 دينار أصبح يأخذ يومياً 30 و40 دينار. هذا تشتم فيه راحة الNGOs والمنظمات الدولية التي تعبث في كل القوانين وتحاول أن تضع لها موضع قدم. النص الاعتداء موجود وموجود بالقوانين، ولكن أن يطلق التحرش على عواهنه ويصبح ظاهرة لكل من يحاول حتى على الطرفين في ضرر سواء على العامل أو على صاحب العمل. وأقر قانون معدل لقانون المنافسة بعد أن أخذت اللجنة قبل إحالته للمجلس بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة إليها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص باعتباره بيت الخبرة. مصطلح الفعل المنافي للحياة يشمل كل الأشياء اللي إحنا نرجوها من وراء إضافة كلمة التحرش الجنسي، فأنا مع المادة كما جاءت في القانون الأصلي
وعدم المادة، عدم الموافقة على المادة اللي جاءت في قانون في القانون المعدل أو في قرار اللجنة، وكنت أتمنى عدم ورود هذه المادة هنا حقيقة. المادة 9 من مع قرار اللجنة؟ القانون بمجمله أغلبية واضحة، ترفع الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا، شكرا لكم. وأقر قانون معدل لقانون العمل انطلاقا من تنظيم سوق العمل وتوفير الحماية للعاملين فيه والتشدد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل وعدد من البنود المنظمة للعمل في الأردن.